مصر على راديو 90 90. يلا نبدا سهرتنا معاكم النهارده، هستمر مع حضراتكم زي ما قلتوا للساعه 12 ان شاء الله. هنبدا بايه؟ هنبدا بالمسلسلات. ما كلنا بنفطر بنعمل ايه؟ بنقعد بقى نشوف المسلسلات، وكل واحد زي ما قلنا كده على مدار العشر حلقات اللي فاتوا تعلق خلاص بدراما معينه او تعلق بالنجم بتاعه. ملاحظات كتير في الدراما السنه دي. اولا الورق مختلف الصراحه، الورق كمان سواء الورق الادبي للدراما العائليه للمشاكل اللي موجوده في بيوتنا مرصوده بشكل مختلف تماما، او سواء مثلا الاعمال زي الاختيار في الجزء الثالث، احداث كلنا كمان جيلنا حتى مر بيها وشافها، موثقه توثيق مهم جدا حقيقي جدا بشكل رائع برضو بنتعلق بيه. مسلسل العائدون والداعشيين وفكرهم وازاي، كلها مسلسلات علقنا بيها وفيها حاجات كتير لفتت نظرنا. طب وكمان في اولاد الفنانين، يعني لو تلمح كده تلاقي فنانين كبار ولادهم ما شاء الله بقوا موجودين ومؤثرين. عندنا الجزء السادس من الكبير قوي، دراما كوميديه حلوه بتحافظ على مكانتها بقالها 6 سنين، احمد مكي شاطر قوي، وحتى ما استعان كمان برحمه، طبعا مع كل احترام وتقدير لدنيا سمير غانم وتاثيرها الفتره اللي فاتت، ولكن رحمه بتحاول تثبت وجودها. يعني ملاحظات كتير، مين اتعلق بايه؟ خلينا نفهم اكتر من اللي بيفهم قوي، وهو صنايع الصراحه في الشغلانه، فما يقدر يفهمنا كمان العشر اللي فاتوا اخبارهم ايه من الحلقات واللي جاي ايه. صديقنا العزيز الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع. يا عمرو مساء الفل. اهلا بيك يا استاذ احمد، واهلا بكل مشاهدي راديو. كل سنه وانت بصحه وبسعاده يا رب ان شاء الله. حبيبي وانت بالف صحه وسلامه ودايما بخير انت واسره البرنامج. بلغتنا كلنا كده في الشارع، علق معاك ايه من المسلسلات السنه دي اولا لعمر قبل الجزء المهني؟ والله انا شايف ان الاكثر تميزا هذا الموسم او هذا العام هو فكره التكامل وليس التنافس. يعني هتلاقي ان هي عندك مسلسلات كل مسلسل ليه خط وليه الستايل بتاعه. هتلاقي المسلسلات اللي الوطنيه المخابراتيه زي عندك الاختيار 3 والعائدون، هتلاقي الكوميدي زي الكبير قوي الجزء السادس اللي هو فعلا احمد مكي بيرجع بشكل قوي جدا بعد حوالي ما يقرب من 4 5 سنوات منذ لا وبعد شكل مختلف كمان. الاختيار 2 ودانا في حته تانية خالص. لا الاختيار 3 السنه دي فعلا مفاجاه بكل المقاييس. يعني احنا امام عمل وطني مكتمل الاركان، عمل تنويري بيوري لك وبيكشف لك مدى العبث اللي احنا كنا عايشين فيه، بيوري لك ازاي احنا كنا عايشين في ضلال مبين من خلال جماعه ارهابيه بالفعل تخطط وتسعى لاخوانه الدوله بكل فئاتها وطوائفها. يبقى كده انا غشيت من كلامك يا عمرو الاختيار من اول الحلقات بتقعد تتفرج عليه. يعني المسلسل فعلا مش مجرد عمل ترفيهي او عمل وطني، لا هو عمل فعلا تنويري. يعني ده هيؤرخ فعلا للاجيال القادمه، يعني لكي تفهم وتعرف من هم جماعه الاخوان وازاي كانوا بيفكروا وازاي كانوا عايزين يعملوا جيش موازي للجيش المصري من الميليشيات والمسلحين، ازاي كانوا بيحاولوا بلا رحمه وبلا اي ايمان يقتلوا اي حد بس مجرد ينتقدهم فقط وليس مش هقدر تبقى معايا وما اغشش مهنيتك كمان واقول لك بيتر شاطر قوي، بيتر شاطر قوي في تحديد الشخصيات وفي الكادرات وفي الربط ما بين الحقيقه والتمثيل. لا شاطر قوي. انا عايز اقول لك بيتر من المخرجين فعلا اللي طالعين بسرعه الصاروخ. صحيح. انا عايز اقول لك بيتر 35 سنه شاب لسه صغير. بيتر بدا بافلام صغيره جدا وحاجه على قدها قوي، كان فيها اخطاء اخراجيه كثيره. واحده واحده بدا يتعلم، هو مطلع كويس جدا على السينما الامريكيه والسينما الاوروبيه، بيشوف التطورات اللي حاصله هناك وبيجي ينفذها هنا بحرفيه جامده جدا. بيعرف يعمل كاست كويس جدا على فكره. طبعا حقيقي حلو فعلا قوي. مش اي مخرج يعرف يعمل كاست، مخرج يقعد قدام المينيتور ويخرج بس ويعمل لك كادرات حلوه ويعمل لك، لكن مش اي مخرج يعرف يجيب الفنان المناسب للشخصيه المناسبه اللي مكتوبه على السيناريو. بيتر شاطر في الحته دي فعلا جدا، وده اللي خلاه فعلا من اهم المخرجين على الساحه رغم مشواره اللي هو لا يتخطى 7 8 سنين.
او 9 سنين مثلا. صحيح. يعني عايز اقول لك والخطوات سريعه يا عمرو وفي اعمال مؤثره وكلنا عارفينها. يعني هو بيتر مش عارف يضحك علينا، الاحداث دي كلها شايفينها قريب فحافظينها، فان هو يعرف يجسدها لك صعب جدا. انا عايز اقول لك ان دي يعني مع احترامي في شوف تخيل نجم بحجم امير كراره بالظبط طلع الاستاحه بيتر مين. انا بقول لك وما زلت صحيح او نقول صحح المسار او طلع اللي المفروض امير يطلع منه. امير عايز اقول لك كان بيعتزل التمثيل بعد مسلسل الطبال وبعد الفشل الذريع اللي رجع مسلسل الطبال، وعلى فكره ده باعتراف من امير نفسه على فكره، وهو قال الكلام ده. وعايز اقول لك كان خلاص بيسافر بره مصر، لان جه فتره عمل مسلسلات شبه بعض قوي. صحيح. اللي هو حواري بوخارست وبعد كده الطبال وبعد كده فجاء بيتر. على فكره هو بيتر كان المخرج البديل للجزء الاول من كلبش واحد وجاء على اخر لحظه. وعايز اقول لك اللي كان هيعمل كلبش حسن الرداد. صحيح. خد بالك جاء بيتر. ما الكواليس عندك، ما انت معايا ليه؟ ما انت الكواليس كلها عندك. جاب بيتر جاب امير كراره وعمل الجزء الاول من كلبش. وعايز اقول لك كان في مشاكل انتاجيه في الوقت ده للمسلسل، كان المنتجين كان محمد عبد الحميد يعني سبحان الله يقوم المسلسل في الموسم ده يكسر الدنيا ويبقى المسلسل رقم واحد في سباق رمضان. فاتن امل حربي عامله دوشه ليه يا عمرو؟ امل فاتن حربي انا شايف ان امل فاتن حربي هو بيحط يعني المسلسل بيناقش قضيه مهمه جدا، وهي فكره جدليه اصلا؟ ايه؟ قضيه كانت جدليه اصلا. يعني هو بيناقش قضيه المراه بشكل عام. معلش يا استاذ احمد قلت ايه عفوا؟ بقول لك هي قضيه جدليه اصلا فلازم هيعمل دوشه. يعني انت بص هي اي قضيه بتخص المراه وبتخص مساله الام المطلقه وحاله حضانه الاطفال، احنا عندنا يعني ستات كتير قوي في مصر لمساهم القضيه دي. صحيح. يعني المشكله لمسه اسر كتيره، فبالتالي هتلاقي في حاله اقبال وحالة تفاعل شديدة جدا مع المسلسل سواء في الشارع او على السوشيال ميديا. شايف الجدل او حالة الدوشة المعمولة على المسلسل بتبقى من عوامل النجاح؟ طبعا عايز اقول لك المسلسل طالما كل الناس حتى سواء بالسلب او الايجاب ده علامة من علامات نجاح المسلسل. المسلسل في مسلسلات بتتعمل وبتناقش قضايا يعني اكثر يعني قضايا شائكه بشكل اكبر واكتر، لكن ما حدش بياخد باله منها لان ما فيهاش اي عوامل جذب، واخد بالك؟ لكن هنا المسلسل انا بشوف شريف سلام، عايز اقول لك يعني شريف بقى له كام سنه شايف ما عملش حاجه قويه، السنه دي رجع بقوه، بيمثل كويس جدا، مطور من نفسه جدا. نيلي كريم بعد ما عملت السنتين اللي فاتوا مسلسل ضد الكسل في رمضان اللي فات، وقبلها كان بموت وش المسلسل كان ناجح برضه جدا، بس كان مسلسل كوميدي اجتماعي. السنه دي رجعت لحاله الدراما الثقيله قوي اللي فيها مشاعر ومشاكل، فنيلي كريم برضو اما حبت تغير غيرت راحت لقضيه مهمه استطاعت من خلالها ان تصل للبيوت المصريه. عندك برضو في يعني نقدر نقول عندك برضو مسلسلات اجتماعيه زي عندك الفيرم عوده توفيق عبد الحميد بعد غياب ما يقرب من 12 سنه مدرسه الراجل ده. طبعا توفيق ممثل من الممثلين التقال، يعني مسلسل ممثل بتاع دراما فعلا. السنه دي معاه ريهام، طبعا في ريهام حجاج وعبير صبري ومعاهم كريم قاسم وايمن قيسون، معاهم يعني ما بين الشباب وما بين الجراندات زي صفاء الطوخي وعبير منير. لكن انا شايف المسلسل يعني التوتال او بشكل عام المسلسل بيناقش قضايا برضه اجتماعيه مهمه، وشايف ان هو لامس قوي فئه الشباب. شكل النقاش يا عمرو اتغير في الدراما المصريه كمان تحديدا السنه دي، فواضح ان سواء الشركه المتحده او القائمين على شكل الورق اصلا والدراما عرفوا يناقشوا حتى قضايانا بشكل مختلف، فالورق اتكتب بشكل مختلف كلنا متقبلينه. بالظبط. وانا حتى استاذ احمد انا حتى في البدايه في بدايه كلامي اول ما دخلت قلت لك المميز السنه دي ان المسلسلات دي تتكامل ولا تتنافس، يعني مش هتلاقي مسلسلات كتير شبه، احنا كنا جينا من سنتين كنا بنبص هتلاقي مسلسلات كتير شبه بعض. ويعني هتيجي في سنه من السنين مثلا هتلاقي هنا سلامه موجود لمسلسل اسمه عمر هادي، وكان محمد رجب له مسلسل اسمه علامه استفهام. تمام. هتبص هتلاقي المسلسلين كانوا شبه بعض قوي. بالظبط. وخاصه المؤلف كان واحد. فلا انت هنا بتبص بتلاقي ان كل مسلسل ليه قضية مختلفة، كل مسلسل ليه خط درامي مختلف،
لمسه. والاكثر برضه تميزا هذا العام هو المسلسلات كلها انك تقدر تشوفها مع في اسرتك بدون خجل. برافو عليك. يعني قضية بتتناقش بشكل محترم وبشكل هادف وبشكل له معالجة ان انت تفكر في الحلول. ودي يعني ده الدراما. عايز اقول لك ان الدراما برضو لو قدمنا دراما اللي هي فكرة الانتاع والترفيه والتشويق، الفن اساسه هو ده الهدف الاول بتاعه طبعا. فكرة الترفيه والتسلية. لكن لما تقدم لازم يحمل رسالة رسالة ده يبقى ايه مهم برضه. انت عندك الكبيرة وبقى تقول لك ايه طب والفايدة؟ لا لا ده المسلسل مكسر الدنيا جدا، عامل فيدباك جامد جدا. احمد مكي نجم تقيل ومش هيجازف ومش هيخاطر بتاريخه اللي هو ما يقرب من 10 سنين هو نجم صف اول. مش هيجي لمجرد ان يعمل الكبير قوي بعد ذلك غير لما نقدم ورق حلو شايف يعني هو جرعه كوميديه مختلفه. لا واحمد مكي انا عايز اقول لك من الناس اللي بتقعد على الورق. مش حاسس انه بيخش. لا لا بيذاكر قوي. كتابه ومعاه ورشه كتابه شطار جدا مصطفى صقر وامصاره، ومعاك احمد الجندي. انا عايز اقول لك برضه لو تفتكر يا استاذ احمد من كام يوم هتبص تلاقي الوجه الجديد رحمه احمد كانت عامله يعني ترند على السوشيال ميديا، وكانت كل الناس بتتكلم. الممرضه يا لبنى. عايز اقول لك ان طبعا الناس بتاخد هي شاطره موهوبه. لا وعايز اقول لك هي طبعا شاطره وموهوبه، بس عايز اقول لك الناس برضو بتاخد ايه الحاجه من على القشور. بتاخد القشور طبعا. خشوا جوه وشوفوا ان واحد زي مصطفى صقر كاتب الليل يعني الحلقه بشكل عام. لو اتكلمنا على الحلقه دي بالتحديد اللي هي طلعت ترند، هتلاقي ان في مؤلف شاطر كاتب افيهات حلوه، كاتب قصه يطلع منها كوميديا حلوه. فكره رئاسه وهي بترقص اللي هي موجود الناس كلها بتحكي. وانا بنفسي شايف ان كل الفيدباك على السوشيال ميديا الناس كلها يقول لك احنا مش قادرين نمسك نفسنا وما يتم الضحك وهي بترقص على كوميديا محترمه يا عمرو برضه، ما فيهاش اسفاف، مش معتمد على افيهات. بالظبط، ما فيش افيهات جنسيه، ما فيش افيهات تخجل منها وانت قاعد مع اولادك بتشوفها في البيت. لا انا عايز اقول لك رحمه لو مميزه، رحمه مميزه السنه دي عشان معاها يعني فالتيم قوي جدا. احمد الجندي مخرج كوميدي، هو اصلا مصنف فعلا كمخرج كوميدي، لان احمد هتلاقي كل مسلسلاته وافلامه كوميديه، هو مخصص نفسه في اللون الكوميدي. وهو كان مساعد لاحمد نادر جلال، واحمد نادر جلال من المخرجين الاقوياء جدا على الساحه. فهتبص تلاقي ان احمد الجندي معاه مؤلف شاطر كوميدي مصطفى صقر، معاهم احمد مكي، دول انا عارف بيقعدوا يعملوا جلسات عمل. فعشان يجيبوا وجه جديد زي رحمه احمد، لا الوجه الجديد ده محسوب. عارفين هيطلعوا منها ايه؟ عارفين هيطلعوا منها. وانا بقول لك اهوت يا استاذ احمد، وانا يعني ما اعرفش ده بشكل شخصي، لكن انا بجزم بده ان احمد مكي قاعد مع رحمه وجلسات عمل وبروفات كتيره، وهتقولي الاسم ده ازاي وهتعملي ازاي ده وبتاع، خاصه كان هو ممثله مسرح كمان، يعني لها اكثر من عرض مسرحي. صحيح. الدراما لها معايير اخرى ولها شكل تاني، فبالتالي لما يقعد معاها وهي مسرحيه مسرح، انت عارف اصعب الفنون في المسرح طبعا طبعا طبعا، واخد بالك؟ فهي هتستوعب منه سريعا الافكار بتاعته. فده اللي خلى رحمه مميزه، يعني لازم الناس تبقى فاهمه ده، ان رحمه وراه فريق عمل مميز، هو اللي طلع منها الجرعه الكوميديه دي، هو اللي طلع منها الاداء الجيد ده. صديقنا العزيز كاتب صحفي عمرو صحصح رئيس قسم الفن باليوم الساعه، بشكرك جدا وكل سنه وانت طيب، ولسه مكملين مع بعض بقى الاسبوع الجاي، تنورنا تاني. نشوف بعد ما يكون مره خلاص اسبوعين ثلاثه من رمضان، لسه عنينا على نفس المسلسلات ولا غيرنا القنوات شويه؟ ان شاء الله. اشكرك جدا ومتوفرين، يلا بينا نشوف الاسبوع الجاي الدنيا هتفلت فيه ان شاء الله باذن الله. الف شكر لصديقنا العزيز الكاتب الصحفي عمرو صحصح. بيقول بس نشوف ايه احنا رايحين فين من المسلسلات، وتفتكروا كده احنا اللي قاعدين في الليفنج كده برضه مع حتتين قطايف ولا بتاع بنقزقز كده شويه، بنروح رايحين ايه؟ طب لا، طب ما نشوف نبص بصه كده على المسلسلات الباقيه، طب ما هو ده ما علقش معايا قوي، ده علق. بتفرق معانا كتير الحاجات دي، بس واضح ان الاعمال السنه دي لا شاده الناس، اللي اتفرج من اول حلقه على حاجه مكمل معاها طول الوقت. لسه مكمل مع حضراتكم 91 9 رقم الاس ام اس، او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.